علي أسألك بداية، أبرز برأيك أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في مجال الطاقة الجديدة؟ أول شيء أختي أقول شكرا على الاستضافة. طبعا أهم التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم هو طبعا التحدي الكبير هو التشريعات المناسبة، فكل سوق يعني أختي يتمتع بتشريعاته الخاصة، إلا أن اليوم بدأت حكومات تدرك أهمية اعتماد التقنيات الطاقة المتجددة وباتت تعمل على تطوير البنى التحتية لاستيعاب مشاريع الطاقة المتجددة. نحن في مصدر هنا أثبتنا أن الطاقة المتجددة تستطيع أن تحقق طموحات مختلف الدول سواء النامية أو المتقدمة، وهذا واضح من خلال محفظة مشاريعنا اللي منتشرة حول العالم، لنا استثمارات في أكثر من تقريبا 30 دولة حول العالم بمجمل استثمارات أكثر من 19 مليار دولار وبطاقة مركبة أكثر من 10 جيجاوات إنتاج كهرباء. فتكمن التحدي هو الأهم هو التشريعات المناسبة في المجتمعات. من أجل وضع هذه التشريعات، هل تلتزمون بما بالستاندردز يعني العالمية، أم هل لديكم تشريعات خاصة في دولة الإمارات تعطونها اهتمام أكبر؟ التشريعات هي التشريعات طبعا مهمة، تبدأ يعني طبعا من وجود أول شيء رؤية واضحة للحكومات بحيث أنها تتكلم عن مثلا 2030، خطة رؤية 2030، رؤية 2050 على مدى طويل، وعلى ذلك تبنى مثلا أهداف على هذه الرؤية، ومن خلال ذلك يتم يعني استيعاب جميع الستيك هولدرز اللي يقولون لهم الناس اللي يتعاملون ويشتغلون مع بعض في نظام الطاقه المتجدده، ويتكاتفون في وضع بعض الاطر الاساسيه والمناسبه لتطوير مشاريع الطاقه المتجدده. نعم، كبريات شركات النفط في العالم تخطط إلى تقليص استثماراتها في مجال التنقيب، نظرا طبعا لعدم وضوح الرؤية حول مستقبل أسعار النفط وأيضا الطلب عليه، كون الإمارات من ثالث أكبر يمكن منتج في منظمة أوبك. ما هي خططكم الآن للاستغناء عن هذه الطاقة؟ والله اختي نحن نرى اليوم ان كثير من الدول النفطيه الكبرى تعمل بشكل استشرافي للاستفاده من الطاقه الشمسيه حتى وسط يعني انخفاض اسعار النفط العالميه وانخفاض تكلفه استهلاكه او حتى ارتفاعه. فاليوم يعني تبلغ تكلفه مشاريع الطاقه الشمسيه اقل عن 10% من تكلفتها قبل 10 اعوام. ورغم الحين احنا في وضع الاستثنائي الذي مر به العالم اللي هو جائحه كوفيد 19، فإن العالم سيحتاج إلى مزيد من الكهرباء مع تعافي الاقتصاد ومواصلة يعني خطط التنمية لهذا الدول. فبغض النظر فهذه يعني استراتيجيات وخطط كلها بعيدة المدى، فكثير من الدول ستتعافى وستواصل هذه الخطط. طبعا نحن نتكلم دائما عن أنواع الجديدة للطاقة، نتكلم عن الطاقة المتجددة، نتكلم أيضا عن بعض الانوفيشن او تطوير في مجال الطاقه التقليديه. الهيدروجين الاخضر مثلا احدى الامور التي تتوجه اليها الدول، تحديدا دوله الامارات لديها اذا استراتيجيه وجهود تبذلها بالتوجه لانتاج المزيد من الهيدروجين الاخضر. ما الدور الذي تلعبونه في هذا المجال؟ احنا لقد شهدنا يعني قبل ايام او الاسبوع اللي طاف هو في اسبوع ابو ظبي للاستدامه اعلان شركه مبادل الاستثمار وشركه بترول ابو ظبي الوطنيه وشركه القابضه ايدي كيو عن توقيع مذكر تفاهم لتاسيس ما سمي بائتلاف ابو ظبي للهيدروجين، يعني حيث يعني سيتعاون الشركاء مع بعضهم بعض لترسيخ مكانة أبو ظبي كمصدر موثوق للهيدروجين الأخضر. وطبعا الذي ينتج هذا الهيدروجين الأخضر بإنتاجه يعني يتم إنتاجه من خلال توظيف تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وأيضا الهيدروجين ما يسمى الهيدروجين الأزرق والذي يتم إنتاجه من خلال الغاز الطبيعي للأسواق الدولية.
وكما قمنا نحن في مصدر بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الاتحاد للطيران ومجموعة لفتنزا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة سيمنز للطاقة وماروبيني بإطلاق مبادرة لدعم تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في أبوظبي للمساهمة في تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر. طبعا هذه المبادرة يعني تهدف إلى تأسيس مشروع محطة تجريبية في مدينة مصدر المدينة المستدامة الرائدة في أبوظبي لبحث فرص تطوير الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام وإنتاج أيضا كيروسين من الكهرباء لأغراض النقل والشحن والطيران. وستعمل مصدر وسيمنز وماروبيني بشكل مشترك على تطوير البنية التحتية لتنفيذ هذا المشروع التجريبي. وهذا طبعا المشروع يعتبر خطوة أولى العملية الأولى في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شركة بادل الاستثمار اللي هي المالكة للمصدر وشركة سيمنز للطاقة بهدف التحول إلى سريع نهاية الهيدروجين الأخضر. وهذه تندرج كلها في إطار هذا الائتلاف أبوظبي الهيدروجين الذي تم تشكيله بين مبادلة البترول وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك والإيدي كيو. نعم، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة وقطاع النفط، هناك قطاعات أخرى تعتبر ملوثة للبيئة، قطاعات يعني أساسية في دولة الإمارات، قطاع الشحن والحركة اللوجستية وما إلى ذلك. أيضا ما هي الخطوات التي تقومون بها من أجل الحد من التلوث البيئي من هذه القطاعات؟ نعم، هو طبعا لدى مصدر عديد مبادرات في مجال التنقل، يعني تعمل بشكل مستمر على تطوير واعتماد وسائل نقل ذكية تعتمد على حتى الذكاء الاصطناعي وتطبيق معايير أكثر استدامة. ومصدر تلتزم دائما بتطوير وتنفيذ البنية التحتية اللازمة للنقل المستدام، يعني ونحن نعمل جاهدين على ذلك في 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 مدينة مصدر. وعملنا مشاريع التنقل الذكي بشكل مكثف وفي دراسات كثيرة يعني قبل 10 سنوات تقريبا. نعم. وطبعا قمنا في عام وعملنا شراكتنا الاستراتيجية هي مع دائرة النقل في أبوظبي. وطبعا في عام 2010 قامت مصدر بإطلاق نظام النقل الذكي الشخصي السريع اللي يسمى PRT، وهو عبارة عن نظام نقل تجريبي يتكون من مركبة عديمة الانبعاث بدون سائق، مركبات يعني عدة مركبات بدون سائق. وكانت مدينة مصدر مدينة أولى في المنطقة التي تطبق حلول في مجال النقل الذاتي القيادة. نعم. وفي أيضا أواخر عام 2018 اعتمدت مدينة مصدر رسميا أول مركبة نافيا أوتونيوم ذاتية قيادة ضمن شبكتها للتنقل الذاتي. إن شاء الله نتمنى أن نشوف هذه التجارب والمبادرات كلها تخرج من مصدر إلى بقية العالم. شكرا جزيلا لك السيد فواز المحرمي مدير إدارة تسليم المشاريع والعطاءات وسلسلة التوريد في مصدر.